خليني اروح للكابتن رضا واخدك للجزء الفني. الجزء الفني في مباراة الزمالك من وجهة نظر كابتن رضا، هل التشكيل اللي لعب بيه النهارده هو تشكيل سليم بالنسبة للكابتن عشان يبتدي بيه مباراة كبيرة زي كده؟ انت عارف لو الماتش ده في القاهرة ما يبدأش كده، يعني لو الماتش ده هنا في القاهرة ما يبدأش كده. لو انت هتبدأ كده يبقى انت لازم تهاجم من البداية وتضغط من البداية. فأنا شايف ان النهاردة هو ما يعني مش ماتش كبالة ولا المسلوسي ولا أوباما في الحتة دي. كان لازم طالما ان انت هتلاعب محمود علاء جنب الونش يبقى لازم محمد عبد الغني يبقى ديفندر. وقلت الكلام ده الاسبوع اللي فات مع اسلام هنا، قلت له طالما ان مفيش حد ديفندر هيقف في الحته دي كويس يبقى محمد عبد الغني وجنبه امام عاشور، على الاقل هيقفلوا الحته دي هيبقوا ملتزمين ويبقى قدامهم اي حد بقى زيزو اوباما اي حد برضه. مين؟ روق ما مشي؟ لا موجود بس ما خدوش ما سافرش لعب. ما هو دي المشكله كرة. دي المشكله كمان لعيب كوره حط كوره تحت رجله كويس وبينقل وبيبني هجمه، يعني ما فيش طارق حامد يبقى في رؤى بالظبط. حتى لو هو بعيد الماتشات دي تجيبه، الماتشات دي تجيبه، ما الراجل عايز ماتشات. طيب ما كده يا كابتن يبقى في ان طارق حامد ساب تاثير كبير سلبي على عدم وجوده. هو احنا هنقعد بقى كل شويه نقول طارق حامد طارق حامد؟ ما انت عندك حلول، انت مش عايز الادوات اللي عندك. طب طارق حامد ده هيخلد؟ انت مفروض بتعمل واحد واثنين وثلاثه. هو يا كابتن انا بكلمك دلوقتي، انا انت بتقول اجهز بعدين، ما فيش مشكله اجهز بعدين، لكن دلوقتي طارق حامد ليه تاثير مش موجود سلبي. الاعب رؤى محسوس على فكره، الاعب رؤى في الحته دي. انت كان عندك محمد عزيز ومدحت المولين هو مصاب؟ لا مش مصاب، ما سافرش. الاعداد بيقول ما سافرش. مصاب حتى ما قبل كده مصاب فين؟ ده نزل الماتش اللي هو الاخر ده. انا بكلمك على ماتش النهارده كده، لا بتكلم على الحلول اللي هو ممكن يلعب بيها على الدايره. انت عندك ديفندر مصاب ماشي، مش هتلعب بديفندر تاني؟ ما مين الديفندر اللي المفروض يلعب بعد طارق حامد؟ رؤى. محمود انت ما بتلعبوش، انت ما بتلعبوش، بتلعب عليه امام عاشور واوباما. ينفع؟ ما دي مش حته اوباما، مش حتته. لا انما انت لو عايز تكسب لعيب تاني وتدي له الثقه، ولا حته امام عاشور على فكره. ايوه بس الى حد ما يسدها. مين اللي يسد جنبه؟ هو رؤى مش موجود، يبقى كان محمد عبد الغني. هل مواصفات طارق حامد لغايه دلوقتي مش موجوده جوه نادي الزمالك؟ في فكره ان انا لعيب عنده القدره، عنده العنف في الـ في الـ في الاشتراكات، ان انا بقطع كوره بشكل جيد واسلم. هو في تاثير عشان ما فيش حد غيره. ايوه المواصفات دي مش موجوده. ايوه عشان هم ما عملوش. طيب هو ده انت شايف ان في حد من لعيبه نادي الزمالك بنفس المواصفات دي؟ هو من اللي انت بتقول عليه مكتب. عشان لو رؤى خد والراجل اداله الثقه زي ما كان جاي كده هيعدي طارق حامد، لان كورته اعلى من طارق حامد. كورته كمان الباص لقدام احسن من طارق حامد واحسن من اي حد، لان هو بيعرف يباصي صح ورجليه قويه. انت عندك نقص في المكان ده هنا كمان في نادي الزمالك رقم 6. ايوه هم ما جابوش حد. ما دي مشكله. انت لو جايب حتى اتنين من الممتاز به ويتمرنوا مع نادي الزمالك لما حاجه تحصل لطارق حامد وتلاعبهم هيظهروا. طب هسالك سؤال يا كابتن، انت جبت هدف في دقيقه 3 احمد سيد زيزو، ما ده كان النجمه. هل من الطبيعي فرقه باسم وخبرات لعيبه نادي الزمالك ونادي الزمالك انه بعد ما يجيب هدف يتراجع ويخش فيها ده؟ يعني ده بيفكرنا بماتش اهداف ويخسر 3. ده بيفكرنا بماتش المغرب ومصر، منتخب المغرب ومنتخب مصر، لما جابوا الجون بدري ضربه الجزاء فجاه هم دفعوا، ادى الاولويه والصلاحيه والاستحواذ والقوه لنادي المنتخب مصر ان هو جابوا جون بدري فدفعوا بدري. الزمالك لما جابوا الجون بدري رجعوا لورا، كان مفروض المعلم اللي واقف على الخط يفضل ينادي اطلع لقدام اطلع لقدام ما تخليهمش. دي رقم واحد ان هو كان واقف نايم على الخط. رقم اتنين جماهير الوداد كان لها دور السحر في حتة الضغط على لعيبة الزمالك وعلى لعيبة الوداد، ان هم لما ضغطوا وهاجوا وهيصوا وادوا الثقة للعبتهم اصفر عنها اللي هو الجون الاول خطأ من محمود علاء، ثم المسلوسي خطأ بتاع محمد ابو جبل اللي هو
قفل. انت بقى لما تيجي ترجع تاني للمباراة هتاخد وقت. فانت تاخد وقت امتى؟ لازم تعمل ايه؟ لازم تغير بقى. تغير طريقة لعبك بقى. نزل الناس. يعني انت شفت بن شرقي بعد الكرة اللي هو عملها لزيزو ما شفناهوش تاني. شيكابالا طبعا مش ماتشو خالص. سيف الجزيري ده بيجري اقسم بالله يعني انا ما اعرفش بيلعب كرة ازاي يعني. طبعا المسلوسي. فكل دول اتأثروا. كان لازم هو يتنبه بقى بعد الجون التاني يضرب بزيزو ينزل سيسي. لان سيسي افيد في الفترة دي من بن شرقي. ده نزله في الدقيقة 88 متأخر جدا. ما هو مش دريان بحاجة. هو واقف على الخط. هو انت عارف لما جاب الجون فكر في ايه؟ ان انا كده انتصرت على مرتضى. ما كانش بيفكر ان هو يبدأ يعيد حسابات. انت يعني بتقول حاجات يعني كأنك انت قاعد جنبه وبتتكلم. عارف هو بيفكر ازاي والله. يعني هو عارف ان ده اخر ماتش له. واخد بالك؟ فهو لو كسب. طب انا لو كسبت كمدير فني مش اكيد جماهير نادي الزمالك هتبقى حابه ان انا اكمل؟ حتى لو انا حاسس جماهير نادي الزمالك لا. وعارف عارفه ان هو رامي الفوطه. وعارفه ان هو بيعاندهم. وعارفه ان هم ان هو بيخسرهم. وهقول لك على حاجه. تلات ارباع جماهير الزمالك قبل السفر للمغرب كانوا عايزين ياكلوه. ولو كان كسب الوداد في الوداد برضه عادي هيجي برضه يقول لك يمشي. لان اصلا انت عندك يعني هنتكلم بصراحه بقى يعني هو الراجل ضيع الدوري وضيع افريقيا. يعني بالشكل ده هو مش مركز غير في حاجه واحده بس اخد فلوسي وامشي. طيب كابتن